كنت أعاني من السمنة ومن انقطاع بالتنفس أثناء النوم حتى في وقت الجلوس، برضو سبب لي السمنة مرض السكري من النوع الثاني. حاولت أني أدخل في مجال التكميم أو أني أستشير طبيب مجال التكميم، لكن الدكتور رفض أنه يعمل لي هذه العملية. فقررت جدياً أنه أتخذ خطوة جدية في حياتي باستشارة طبيب للتغذية، ويا رب لك الحمد قدرت أتوصل للوزن اللي أنا يعني المطلوب. أن المريضة يعني وصلت مرحلة مع زيادة الوزن إلى ظهور السكري من النوع الثاني، وكان حقيقة يعني مستويات السكر مرتفعة جدا وكانت تشكل خطر على صحتها. طبعا يعني بالتقييم المبدئي الكلينيكي وبالجلوس مع المريضة حقيقة وجدنا الإرادة وكذلك الرغبة الشديدة منها من أجل علاج المشكلة الأساسية التي تسببت في الإصابة بالسكري وهي السمنة، طبعا بالمشاركة مع الأخوان عندنا في المستشفى من قسم التغذية، بالإضافة لاستخدام الأدوية وكذلك التغيير الذي أحدثته المريضة يعني في نمط الحياة بشكل عام. وأتمنى فعلا لكل مريض سمنة أنه يبادر بهذا الشيء، وأن التداخل الجراحي مو هو الأساس في أمور كثيرة تساعدك على نزول وزنك، أنك تحافظ على صحتك.